راح هيدي بكره راحه للي لعبوا للي لعبوا والناقهين اللي فيهم يعني هينزل عمليه راحه استشفائيه مش راحه يعني الباقي كله هيتمرن باذن الله. راجل يعني خلاص بقى لازم نضع ثقتنا في ان خلاص واضح انه فاهم بيعمل ايه. والمساله فاهم بيعمل ايه مش معناها ان لازم احاسبه بقى على كل العلامه الكامله في كل شيء، في الاداء وفي النتيجه وفي الاستحواذ وفي عدم تعرض لفريقك لاي خطوره، ما فيش حاجه كده في العالم. انما هو بيجتهد وبيعمل الصح والصح بيترجم عاده الى ارقام ونتائج وفي نفس الوقت مش تملي هتلاقي نفس الترجمه. فالناس اللي بتتفرج وبتفرجنا معاها في السوشيال ميديا على انفعالاتها رفقا. يعني انا كلمت واحد صاحبي انا عارف انه اهلاوي معتوه يعني، لكن بيتفرج بصوت عالي مع كل شوطه يشتم وينفعل. لا كلمته قلت له يا ابني خلي بالك انت قعدنا معاك قدام التلفزيون ما ينفعش اللي بتقوله. فقال لي انا اسف والله مش عارف ايه. قلت له لا الناس عايزه دعم، عايزه ثقه، مش عايزه انتقاد مستمر من باب خوفك انت. هم بيعملوا اللي عليهم ما لهمش دعوه بخوفك. يعني اللعيب اللي بيتحرك طبقا لرؤيه المدرب ولا بينفرد وبيلعب بيضيع دي وبيجيب دي، ده بيؤدي اداء كروي ملوش دعوه بمخاوفك انت اللي تترجمها لنا في شكل تقييم ثانيه بثانيه. فارجو ان احنا نستمتع بفرقتنا، ما نديش فرصه لحد ان تنال من شيء رائع بيحدث في النادي الأهلي.